كنستضفوا احد مدربين الشباب كتشرف على التدريب يعني فهمتي طيحي وطيحي هشام الطيحي هشام الطيحي مدرب ديال الشباب ديال الفئه الصغرى دراسات العرائش ديال كره القدم. نعم وكتشارك المره الثانيه في استقبال الفريق البرازيلي وهذا الشيء نابع من الحب ديالك المنتخب البرازيلي. يمكن تعبر على الشعور ديالك وانت كتستقبل يعني المره الثانيه الفريق البرازيلي؟ تفضل. بالنسبه لي الحب المنتخب البرازيلي منذ الصغر انا مغربي كنبقى عندي المغربي يعني كنحب هاد البلدان البرازيل بالنسبه لكره القدم المغرب بالنسبه لي كبلد ديالي الروح ديالي وانا فرحان حيت البرازيليين كيزورونا المره الثانيه على التوالي والاهم عندنا كامل هذا الشيء هي مدينه العرائش تكون في واحد الصوره طيبه باش الناس اللي كيجيو عندنا ياخذوا واحد الفكره ايجابيه على هذه المدينه وعلى المغرب بصفه عامه. بالنسبه للعام اللي فات قدمت مجموعه من اللوحات اللي كتعبر فيها الحب ديالك للاعبين البرازيليين بالاخص نجوم المنتخب البرازيلي. هاد الصور كانت واحد داك يعني واحد الهديه واحد التذكار بالنسبه للاعبين المنتخب البرازيلي. هاد العام شنو المفاجاه اللي وجدتي للمنتخب؟ هاد العام الاخر كنت درت مجهود ديال الطابلوات لان كان عندي شويه الوقت. هاد العام كان عندي الوقت قصير شويه حاولت ندير اللوغو ديال المنتخب البرازيلي واللوغو ديال المنتخب المغربي يعني هو هذه كتبان بسيطه ولكن هو عنده واحد البعد وعنده واحد القيمه بالنسبه للمنتخبين بالنسبه لهذا البلدان هذا الحبيب. نعم والاهم بالنسبه لك هو تلتقي مع اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي وتسلم تذكارات. الاهم عندي هو ان يعرفوا شكون هو هشام الطيحي بالنسبه لمدينه العرائش وبالنسبه ليه كمغربي سواء البرازيليين او المغاربه يعرفوني بانني انا فنان تشكيلي وكنحب هذا المنتخب وكذلك كنكبر بلادي اللي هي المغرب والمدينه ديالي. واش عندك شي جديد بالنسبه لهذا العام هذا؟ عندك شي جديد هذا العام بالنسبه واش فكرتي تقدم شي هدايا للمنتخب يعني المغربي؟ عندي جوج هدايا تساليهم ان شاء الله، عندي الهديه للمنتخب البرازيلي والهديه للمنتخب المغربي. اذا هذه هي المفاجاه هذا العام كيوجد هدايا للمنتخبين اللي غيشاركوا في المقابله الاستعراضيه غدا الجمعه بالملعب البلدي بالعرائش بدايه من الساعه 5.